في غضون ذلك تهيب الإدارة العامة للمرور أنه بعد انتهاء سباق الفورمولا 1 مساء اليوم وإذا اقتضت الضرورة سوف يتم تحويل جميع المسارات في اتجاه واحد من الساعة 8 حتى 9 مساء. تنوه الإدارة العامة للمرور بأنه باليوم الختامي للسباق سيتم تحويل جميع المسارات في اتجاه واحد على النحو التالي: من مواقف حلبة البحرين الدولية مروراً بشارع خليج البحرين، ومن ثم الانحراف على شارع الزلاج باتجاه شارع الشيخ خليفة بن سلمان، أو المواصلة على شارع الزلاج باتجاه منطقة عوالي. أما للسواق بمنطقة بلاج الجزائر ومنطقة العرين سيكون شارع خليج البحرين غير سالك لهم، وسيكون المنفذ لهم عن طريق الدخول لمنطقة الزلاج من الإشارة الضوئية للعرين، ومن ثم الدخول لمنطقة الزلاج والانحراف على شارع زيد بن عميرة والمواصلة لمنطقة مدينة حمد والخروج على شارع الشيخ خليفة بن سلمان. أما للسواق بمنطقة مدينة حمد سيكون دوار 22 ودوار 18 مغلق فترة التحويلة، وبإمكانهم استخدام دوار 14 ودوار 6 للخروج على شارع الشيخ خليفة بن سلمان. سيتم تحويل الحركة المرورية للقادمين على شارع الشيخ خليفة باتجاه الزلاج إلى دوار 18. بالنسبة للقادمين من شارع المعسكر وشارع الشيخ سلمان باتجاه دوار عوالي سيكون شارع الزلاج غير سالك لهم. مع تمنيات الإدارة العامة للمرور بالسلامة للجميع.